الكيك والفرفشه في إلهم ناسهم وعاصمه خاصه فيهم ويوم بخصصوه كل اسبوع للاحتفال بالسعاده وبس. نحن هلا بعاصمه الضحك وبين اهل النكته والذكاء، اكيد حزرتوا نحن وين؟ نحن بحمص. دائما بنسمع انه يوم الاربعاء هو عيد الحماصنه، لهيك رح نخبركم شو القصه ولا الاحتفال بهاليوم بحمص. احدى الروايات بتقول انه خلال الغزو المغولي لسوريا وبعد ما دمر العديد من المدن السوريه ووصل لمدينه حمص، طلعوا الحماصنه بثياب رثه ولبسوا التناجع على رؤوسهم وصاروا يطبلوا ويدعوا الجنود. واشاعوا بين الجيش المغولي انه يلي بيشرب من نهر العاصي يصاب بالجنون، وفعلا الجيش المغولي وملك مروا على عجل بهالمدينة خوفاً من أنه تصيبهم لعنة الجنون. وهي الحادثة كانت يوم الأربعاء، هاليوم صار مميز للغاية ومرتبط بمدينة حمص. بسنة 2006 وصل نادي الكرامة الحمصي لنهائي دوري أبطال آسيا، وكان على بعد خطوة من الفوز باللقب. والمفارقة أنه أغلب مباريات الكرامة بحمص كانت يوم الأربعاء، وصار هاليوم اسمه الأربعاء السعيد بعد الإنجازات الكبيرة اللي حققها نادي الكرامة. في واحد كان بده يكب حاله، فقالوا له قبل ما يكب حاله نطق الشهادتين، قال له انت تسعي البكالوريا. طيب ليش حمص سموه بالاسم؟ قد ما في حماصني. في واحد حشاش ولدت مرته الساعة 3 بالليل، عم صار يضرب الولد، عم قال له مرته ليش عم تضربوه؟ قال اذا الساعه 3 اجى هلا ايمت بس ليكبر ايمت بيجي. ابو 44 على مصر صور، ما يعرف الكف من وين يجي. قال في واحد حمصي لقى 500 ليره قديمه بالشارع، قام شال وحده جديده وبدلها فيها. نحن بنعيد يوم الاربعاء بس يوم، اما المحافظات الثانيه بيعيدوا كل ايام الاسبوع، ما خلونا دور، عرفتي كيف؟